تبعنا كيف نستعد حتى نوصل لهذا الهدف السماوي، ولماذا الكتاب يحثنا كمؤمنين أنه نكون مستعدين. هل الاستعداد بعد ذلك أريد تتكلم أنه فقط للمؤمنين أم هو نداء من السماء إلى كل النفوس الموجودة على الأرض؟ أتفضل. شكرا يا أخت رواء. السيد المسيح لي المجد أكد لينا فناء هذه الحياة وزوالها بقول مؤثر وصريح أيده بمثل رائع هو عبرة لمن يعتبر، مثل الغني اللي أخصبت كورته، إنسان قلبه منهمك انهماك شديد جدا في محبة العالم وفي ملذات الحياة، فأخذ يرتب حسب إرشاد قلبه جميع مصالحه العالمية لمستقبل بعيد المدى، كأنه خالد في الأرض وقادر على أنه يفعل ما يشاء ويتمتع بما يريد. يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، افرحي واشربي وتمتعي. بينما هو مفكر في هذه الأمور، إذا بالحكم الأعلى وفاه وطالبوا بالوديعة في ساعة لا ينتظرها، قائلا له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ ما أجهل الإنسان اللي بيظن أن الحياة في هذا العالم تدوم ولا يدري أن هذه الأرض ليست بدار خلود، إحنا هنقعد فيها شوية صغيرة مهما طالت، بعد كده يخطفنا الموت منها ويردنا للمكان الذي أخذنا منه. في سفر الجامعة قال سليمان: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. عشان كده السيد المسيح يقول: اعملوا لا للطعام البائد بل الطعام الباقي للحياة الأبدية. ويقول للمؤمنين: اعملوا لكم أكناي كياسا لا تفنى وكنزا لا ينفس في السماوات، حيث لا يقرب سوس ولا سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم، لما بتكنس في السماء حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. ده يخلي قلبك متعلق باستمرار بالسماء لما انت عارف ان في حاجات كتير انت مخزنها ليك حلوة في السماء. ويأتي هذا الأمر الإلهي في سفر عاموس: استعد للقاء إلهك. كأنما يردد صدى هذا الأمر في الرسول بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 5 من عدد 9: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا مكان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. لو أنا دلوقتي متوقع أن أنا همسل قدام قاضي عظيم أو حاكم عظيم وسوف أواجه مساءلة عن حاجة خطيرة جدا قد اتهموني بيها وقد تصل عقوبات الإعدام، هل هستعد لهذا الموقف ولا مش هستعد ليه؟ هل اتهمت بتهمة باطلة؟ حد حط الواحد مخدرات وبلغ عنه انه في عنده في البيت مخدرات، وجم فتشوا البيت ولقوا ومسكوه قالوا له انت تاجر مخدرات، هل هيسكت ولا هل هيستعد علشان الموقف اللي هيكون فيه يستعد للدفاع عن نفسه او يستعد لملافاته؟ لكن ما أكثر الذين لا يفتكرون أبداً بأن يستعدوا للقاء إلههم، يهتموا بلقاء من أحسن إليهم من أهل الأرض أكثر مما
يهتمون بلقاء الله، مع أنه ملك الملوك ورب الأرباب، وهو اللي هيحكم علينا حكم أبدي بحسب حالتنا هنا. فإما أن نروح يصعدنا للأفراح السماوية أو يطرحنا في أعماق الجحيم. ده الاستعداد للموت أمر ضروري جدا إلى أقصى درجة، لأنه آتي إلى كل واحد إذا تأنى الرب في مجيئه طبعا. والإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة في سفر العبرانيين إصحاح 9. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، النفس لن تموت، في دينونة أبدية. بعد الموت يكون الإنسان قدام أمرين، يا إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي. حكم نهائي مفهوش استئناف ولا نقد ولا عفو عام ولا حاجة. بعد الموت مفيش مجال، هنا ممكن العفو على حساب دم الرب يسوع اللي كفر عننا واللي دفع الثمن عنا، دفع ثمن خطايانا لأنه حمل خطايانا في جسده على الخشبة، كفر عن آخر خطية من أول خطية لآدم للآخر خالص. فلما احنا بنجيله بروح التوبة والانسحاق طالبين تطهير دمه الثمين، يقولوا لأنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. لكن لما ما نجيش ونعاند مش بالعافية، العفو موجود لكن انت لازم تستفيد وتقبل هذا العفو. لكن لما ما تقبلش وتروح الأبدية خلاص الرجاء مقطوع، مش ممكن نصلح ما وقع منا هنا من خطأ. فلازم نتأكد من أمر خلاصنا أو هلكنا الأبدي قبل ما نواجه لحظة الموت. سيد المسيح قال إصهاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. يعني لو واحد مثلا حكم عليه بالإعدام أو مسك في جريمة سواء كانت حقيقية أو ملفقة ضده، وليه فرصة أنه هو يهرب لحياته، هل يتأخر أنه هو يطلق ثقيل الريح عشان ينجو بحياته؟ أنت قدامك دلوقتي فرصة، ما نقدرش نعرف قد إيه، أنت متعرفش قد إيه عشان تستعد لاستقبال ساعة الموت. وبعديها سوف تقابل إلهك لتعطي حسابا في يوم الدين عن كل ما قدمت يداك خيرا كان أم شرا. ليه تكون متقاعس ومهمل ومتأخر في أهم أمر ليك؟ ده منتهى الغباء، ده جنون. يقول له يا غبي اليوم تطلب نفسك منك، اليوم وانت مش دريان. الموت حقيقة من حقائق الحياة، ومهما وقع الشك في أمور الحياة لكن في أمر واقع لا دخل للشك فيه هو الموت. الإنسان احنا بنستعد للحياة العملية سنوات طويلة في التعليم عشان نشتغل في وظيفة كويسة لمدة مثلا كام 30-40 سنة، واحنا بنشتغل الواحد بيحاول يشوف اذا كان يقدر يدخل للمعاش طول سنوات عمله علشان لما يطلع المعاش يلاقي دخل يكفيه. طيب ما بالنا بالأبدية؟ ما عن ادخارنا للأبدية؟ ايه الأبدية اللي لا نهاية ليها؟ لا نهاية ليها. تأمل أي خسارة تحل إذا بالواحد لو هو مش مستعد، مش خسارة أموال ولا قصور، لا 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 لا، دي ممكن تعوض. وإذا خسرها الحياة محدودة هنا معلش، لكن أنت ليك نفس واحدة وأنت ليك نفس واحدة، إذا فقدت مش ممكن تجدها مرة تانية.
إذا خسرتها مش ممكن تعوضها أو تعود تربحها. كل غنى العالم ما يردش ليها لهذه النفس سعادتها. عشان كده الرب يسوع من فمه الطاهر ينبه قائلا: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نفسه. أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ عشان كده يقول أشعياء وينادي، ينادي ويصيح أشعياء النبي في إصحاح 55: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ليه تموت؟ ليه تموت في خطاياك؟ ليه؟ ليه والعلاج موجود والثمن مدفوع والرب يسوع بذل دمه ومات على الصليب عشانك وداك وثيقة الغفران موجودة؟ هل تخلي وثيقة العالم تحرمك من سعادة أبدية وتسبب شقاء أبدي؟ قال المرنم في مزمور 118: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يعني معناها كل ما يقاسي الإنسان هنا من الآلام يعتبر هين جدا إذا نجا من الآلام الأبدية. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يعني إحنا لازم نردد في أذهاننا هذه الكلمة المريعة الأبدية، الأبدية. نتذكر توجد جهنم لا نهاية ليها، وأنه يوجد مجد أبدي لا آخر له. الرب يسوع قال: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. نفس الكلمة المستخدمة أبدي هنا في العذاب هي اللي مستخدمة أبدي في الحياة الأبدية. ما نقدرش نهرب منها، ما نقدرش. ياريت كان كل الناس يطبعوا صورة الأبدية على أعماق قلوبهم، لأن ده كان هيغير من الأولويات. لما أنا أنظر للحياة من وجهة نظر الريفرنس بتاعي، ريفرنس بوينت يكون الأبدية، أشوف الأمور والأحكام وقرارات حياتي تبقى مختلفة، تبقى مختلفة جدا. فده حتى قدماء المصريين يعني يعلمونا وهم كانوا وثنيين. لكن مثلا واحد زي فرعون عنده في عقيدته إن لازم الجسد بتاعه المتحنط يفضل سليم علشان الروح تتعرف عليه في اليوم الأخير، وواثق إن في حياة بعد الموت. يضحي بعشرين سنة يخلي مصر كلها تبني له الهرم الأكبر علشان هذا، عايش للأبدية وبيعمل كده. فعلى حسب تفكيره ده يقين عظيم على الحياة بعد الموت. وناس قادوا كل حياتهم في التقشف البالغ من البوذيين، مش عشان خاطر يروح السماء، لا، علشان يوصل لحالة النيرفانا اللي هي حالة العدم، إن هو يخلص من دورة الحياة اللي هم حسب تفكيرهم تناسخ الأرواح مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يخرج من دائرة إن هو يفضل يعيش 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 في جسد وجسد حسب تفكيره. طبعا احنا ما نؤمنش بحاجة زي كده. لو انا تعرض علي تشتغل، لو شاب تعرض علي يشتغل 20 أو 25 سنة في اعماق شقة جدا، مش بيهاجر ويجي ويشتغل ويكافح ويشقى عشان يعمل لنفسه، عشان يعمل لنفسه فلوس ومبالغ. طيب الأبدية كام سنة؟ الأبدية بعد كده هو يمكن بيشتغل كده عشان مثلا يستريح 40 سنة بعد كده، أو يشتغل 30 سنة أو 40 سنة في حياته
شقة. احنا بنعمل ايه عشان الأبدية؟ تفضلي يا اخت رواء لو عندك اي تعليق. اخت رواء، طيب هكمل. هل تسمعني يا حبيبي؟ تعليق؟ يا اعتقد المخرج هو تاخر مش انا. طيب اخ ناجي، يعني كلامك رائع ومنطقي جدا، والمشاهد اللي بيشاهدنا الان سعيد جدا بكلامك، لكن في كثير اللي ناس بيقولوا طيب ما انا من يعني عندي العمر طويل وممكن انه من اكبر او اصبح شيخ، ممكن انه اتوب توبه حقيقيه، خليني استمتع بشبابي، خليني استمتع بهذا العالم. يعني انت ليش يعني مصر انه استعد للقاء الهي؟ انا ما اريد اموت، وانا واله والاله اللي خلقني هو اعطاني حياه حلوه حتى استمتع بها، مو انه اموت. فليش انت يعني تريد استعد اليوم بالذات حتى الاقي الهي؟ فممكن توضح هل العمر هو مرتبط بسنين معينة حتى أنه نلتقي ونستعد للقاء الإله؟ تفضل. وهو عطاه حياة حلوة علشان خاطر يعيش، ده مع المسيح أحلى حياة، ده مع المسيح يبقى عنده اطمئنان أنه هو لو مات في أي لحظة ليه الأبدية، يبقى عنده اطمئنان من جهة حياته الأبدية، عنده رجاء في السماء. أعظم سعادة سعادة القلب المطمئن بأن خطاياه مغفورة وبأن حياته الأبدية مضمونة في شخص الرب يسوع. ده الرب يسوع قال حملي، تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هي الخطية بتريح؟ ده زي ما بيقول أحد الخدام من الصعيد، تفلس وتجرس وتنجس وتأثر على نفس نسله وحياته كلها. لكن إجابة على سؤال حضرتك، كثير من الناس بيخشوا الخطية ويخافوا عقابها، لكن بيتجسروا ليه؟ فاكرين إنهم ممكن يتوبوا لما يموتوا، مش عايزين يسمعوا قول أقوال الله، اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي فيها سرور. وكأن لسان حال الخاطئ اللي بيأجل توبته للساعة الأخيرة أو لحين الشيخوخة بيقول يا رب أعدك أني أتوب عن الشر، بس متى عدمت قوتي؟ متى قوتي راحت؟ هخلص لك المحبة، لكن متى عجزت عن التصرف فيها فيما يلز حواسي؟ هندم على إهانتي ليك، لكن متى ضعفت ولم تعد لي قوة للاستمرار في إهانتك؟ وأعترف وأقر بأني أخطأت إذا ما ربطت يداي ورجلاي عن السير في طريق الخطية. هتوب لك يا رب وقتها. بصوا، اللي ما يحبش الله في حالة الحرية وسعة الوقت هيكون عادة أقل حبا لي لما يجيله الموت ويشوف جهنم فتح فيها لابتلاعه. مقاسات الأوجاع والأمور الناتجة عن الحزن عادة تؤثر على قوى النفس ولا تدعها تملك عواطفها. فكم بالحري وقت رهبة الموت، وهي أشد تأثير لأن رهبة الموت بتهد أركان العقل. وبعدين عادة المريض يكون مشغول في أحوال مرضه، النهاردة حمى شديدة، النهاردة شعر بخفة المرض، النهاردة تقل عليه، النهاردة الدواء ده أفاده، وغير ما يستعرض أحوال مرضه لحد ما يبغته الموت. لو الخاطي ما استجابش لصوت الله للتوبة وهو في حالة الصح، إزاي وهو في حالة المرض والضعف واضطراب الفكر وتأسي القلب وستين ألف شيطان يحدقوا بيه علشان ما يتوبش؟ بعدين البعض لا ينذرهم بالموت، مرض ولا حاجة، جايز يموتوا في انفجار في المخ بعيد عنكم أو سكتة قلبية أو حادث سيارة. كتير فكروا في التوبة لكن أرجهوها لساعة ما قبل الرحيل، إن قضى العمر وما انتهزوش الفرصة.
ونقضي الموت عليهم بغتة وهوى بهم إلى جهنم، وهم الآن في حسرة لا نهاية ليهم. أنتوا عارفين أن أكتر ناس بيقبلوا المسيح اللي هم في سن الشباب، مش كبار، مش كبار، دي الإحصائيات بتقول كده. أنا أذكر وأنا شاب عمري 15 سنة في القاهرة، كنت ليلة رأس السنة، كنت قرب كوبري، على كوبري باب الحديد اللي يعرف القاهرة، ماشي عليه مع مجموعة أصدقاء، كنت بعيد عن ربنا. طلعت عربية سيئها واحد سكران، طلعت جنبي العربية، أشكر الرب ما دهستنيش بفارق صغير عني، واحد سكران. كنت بعيد عن الرب، الرب أنقذني. أنا سمعت رسالة الخلاص بعد كده، بعديها بفترة قصيرة، واتجددت في جمعية خلاص النفوس. قد تكون هذه الحادثة كانت عبرة لي في الباك جراوند بتاع فكري، ما أقدرش يعني أجزم هل عرفت فعلا أنه ممكن أموت في أي لحظة، عرفت، لكن هل دي كانت من ضمن الحاجات اللي هي خلتني أقبل الرب في الباك جراوند بتاعي؟ قد تكون، لكن ده اللي حصل. الرب نجاني، لكن في ناس كتير لا، بتحصل حوادث لا ينجو. في ناس تقول طب وقولها كيف اللص اليمين مش خلص على آخر نسمة من حياته؟ يا للغباوة، هو كم من المواعظ سمع هذا اللص. على فكرة البايبل ما بيقولش اللص اليمين، احنا بنقولها لأن اصطلاح انه هو اللص اللي هو قبل المسيح، لكن البايبل مش بيقول كده. الإنجيل كم من مواعظ سمعها، كام؟ ده أتى ما لم يأتي أعظم القديسين، إيمانه كان عظيم للغاية، آمن بالمسيح لكن مش هو بيعصن عن معجزات ولا بيقيم لعازر، لكن آمن به وهو معلق على الصليب زيه. آمن قبل ما تحصل الزلزلة اللي برهنت على لاهوت ابن الله. التلاميذ كانوا هربوا كلهم ما عدا يوحنا الحبيب، وضاع رجاءهم، رأوا المخلص معلق على الصليب، لكن أعلن اللص إيمانه به وهو شايفه مهان من الجميع. اذكرني يا رب متى جئت، متى جئت أنت، يعني متى جئت في ملكوتك، عارف أنه لي ملكوت، لي ملك. إزاي؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. طيب هي قد إيه المدة اللي بيحطها الكتاب قدامنا عشان نتوب فيها؟ يقول في رسالة رومية أصحاح 13، إنكم عارفون الوقت، إنها الآن، الآن ساعة لنستيقظ من النوم. في خادم للرب قال مرة للشعب يجب أن تتوبوا قبل اليوم موت بيوم. قالوا له طب ومن يعلمنا بيوم الموت عشان نتوب قبله بيوم؟ فقال لهم إذن توبوا من الآن. ده الحكمة، لما يكون الخطر شديد جدا لازم تتخذ كل الاحتياطات بتاعتك. لكن في مستقبل العمر ونظرة الشباب قد يقول الإنسان لنفسه أنا مش هتأيد من دلوقتي بالدين وضيع الخناق على نفسي، لما تجيلي الشيخوخة أتوب. هل الحياة مش مضمونة للشبان؟ كم واحد، كم ناس ماتوا هم صغيرين؟ لما نروح للقبور ونشوف عليها على اللوح بتاعتها يا مناس صغيرين مكتوبين عليها، أطفال وشبان وشابات من كل وكبار من كل الأعمار. لا تؤجل توبتك لا يأتي وقت يقفل فيه باب التوبة. يقول الكتاب روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد، ويقول وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعل ما لا يليق. اليوم يوم خلاص، الوقت وقت مقبول. طب بكرة ما تقدرش تقول لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ما يلد لك الغد. الأبدية، الأبدية الرهيبة، الأبدية رهيبة جدا جدا جدا.
لازم تستعد لملاقات إلهك. في بيت شعر كان جميل جدا، ترنيمة أذكرها كانت في مصر بتأثر عليا قوي، في بيتين منها يقولوا: يا غافلا لا تحتقر مستعصيا روح الإله، واحذر فوات فرصة ما دمت في هذه الحياة، لعل ذاك الروح لا يعود بعدما ابتعد، لأن روح الله لا يعود فينا للأبد. آمين.